دعني أخبرك قصة رجل كانت أمه تعمل في الخياطة وتعطيه النقود وتمنعه من العمل وتحثه على إكمال الدراسة، ففعل ما أرادت ووفقه الله وتوظف. كانت نيته دائماً أن يعطي الجزء الأكبر من راتبه لأمه ليسدد بعضاً من جمائلها عليه، لكن شاء الله وتوفت رحمها الله، فحزن قلبه وبكى عليها كثيراً ونذر لله تعالى أن يدفع ربع راتبه للفقراء. مرت 30 سنة من وفاتها ولم تفته سجدة إلا وقد دعا لها. كان يتصدق بالماء ويحفر الأبار ويضع في عدد من المساجد برادات للماء وقفا لها. وفي يوم من الأيام خرج للصلاة فرأى جماعة من الرجال يضعون براد ماء في مسجد الحي الذي يسكن فيه. ضاق صدره وقال لنفسه: لقد وضعت برادات الماء في الشرق والغرب ونسيت أن أضع برادا في مسجد الحي. فإذا بابنه يقبل رأسه ويقول: يا أبي إنها مني ونويت أجرها لك، سقاك الله من أجرها بسلسبيل الجنة. فسأله أبوه: وكيف تحصلت على ثمنها يا ولدي وأنت ما زلت في الصف الثانوي ولا تعمل؟ فرد عليه: أمضيت 5 سنوات وأنا أجمع مصروفي لأبر بك كما بررت بجدتي رحمها الله. بر الوالدين دين ودنيا، فالأول يأخذك إلى الجنة والثاني يرده لك أبناؤك.